تعالوا نروح نشوف مع بعض زي ما احنا متعودين تقرير بيست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا خلال الاسبوع اللي فات ونرجع لحضراتكم. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كتاب وقائع عربية للكاتب محمد المنسي قنديل، ويتحدث الكتاب عن حكايات من التاريخ وخلاصة التجربة الإنسانية. يأتي في المركز الثاني كتاب أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي للكاتب والناقد الموسيقي كريم جمال، وهو محاولة للبحث عن وجه آخر لكوكب الشرق وكشف خفايا سيرتها، تلك السيرة الوطنية التي جعلتها في الوعي الشعبي بمثابة هرم من أهرامات مصر. احتل المركز الثالث كتاب الخروج عن النص من جديد للكاتب الدكتور محمد طه، ويناقش الكتاب الصعوبات والتحديات التي تواجهها النفس البشرية وضرورة وقوف الإنسان مع نفسه لتحديد اختياراته. تأتي في المركز الرابع رواية أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، والتي يأخذنا فيها الكاتب إلى حدث ديني وتاريخي مهم. تختتم قائمة الأعلى مبيعاً برواية الكاتبة نورة ناجي سنوات الجري في المكان، وتدور أحداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وفيروس كورونا ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل.